الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن بقية سيدنا يوسف، ونحن اليوم في اللقاء العاشر. إخوة يوسف عند أبيهم يعقوب عليه السلام، هذا هو عنوان لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. عاد إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وجمالهم محملة بالطعام، وقالوا له: يا أبانا، إن عزيز مصر قد أكرمنا إكراما زائدا، وأنه ارتهن شامعون أخاهم، يعني اسمه شمعون، وقالوا: ائتوني بأخيكم الصغير من أبيكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون بلادي. فأرسل معنا أخانا بنيامين يكتل لنفسه كيل بعير آخر زيادة على كيلنا، وإنا لحافظون له من أن يناله مكروه معنا في سفره. قال الله تبارك وتعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. سورة يوسف. ولما قال إخوة يوسف لأبيهم مقالتهم هذه ليحثوا على إرسال أخيهم الصغير معهم، قال لهم يعقوب: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سورة يوسف. والمعنى: هل آمنكم على أخيكم من أبيكم الذي تسألونني أن أرسله معكم إلا كما آمنتكم على أخيه يوسف من قبل؟ يريد بذلك إن لم ينفعه الإيمان منهم إذ خانوا وافتقدوا إياهم، ثم بين لهم أن الله تبارك وتعالى خيرا حافظا منهم وهو أرحم الراحمين بخلقه. ثم إن إخوة يوسف عليه السلام فتحوا متاعهم لاستخراج الطعام الذي أتوا به من مصر، فوجدوا بضاعتهم فضتهم التي كانوا دفعوها ليوسف عليه السلام في مقابل ما أخذوه من الطعام بحالها لم تمس، يعني كما هي. فكان ذلك مما قوى عزائمهم في الكلام مع أبيهم، فقالوا له: يا أبانا ما نبغي، معنى أي شيئا تريد بعد هذا؟ وهذا بضاعتنا ردت إلينا، فإذا سمحت بأخانا ليذهب معنا فإننا نجلب لأهلنا طعاما ونحفظ أخانا ونزداد بسببه حمل من أحمالنا من الطعام، حمل بعير، البعير يعني جمل، كل واحد كان له حمل بعير يعني جمل من الطعام يكتل لنا، وهذا شيء يسير عند الملك الذي طلب منا أخانا. يقول الحق تبارك وتعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. سورة يوسف. وكان نبي الله يعقوب عليه السلام شديد التعلق بولده بنيامين، لأنه يشم فيه رائحة أخيه يوسف عليه السلام ويتسلى به عنه، والظاهر أن القحط والجدب في بلاد إسرائيل يعقوب عليه السلام كان شديدا وقاسيا، مما جعل يعقوب يسمح بسفر ابنه بنيامين مع إخوته إلى مصر، ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة والطعام لما كان ليبعث ولده العزيز على قلبه معهم. قال الله تبارك وتعالى: قال لن أرسله معكم حتى
تؤتوني موثقا من الله لتؤتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. سورة يوسف. والمعنى لن أرسل أخاكم إلى عزيز مصر حتى تعطوني موثقا وعهدا من الله، أي تحلفوا بالله بأنكم تؤتونني بأخيكم وترجعوا به إلا أن تغلبوا جميعكم عن الإتيان به. ولما أعطاه أولاده يعقوب عليه السلام أباهم عهدهم وميثاقهم على الوفاء بما اشترطه عليهم، قال الله على ما نقول وكيل، أي شهيد. ولما أراد أولاد يعقوب عليه السلام الخروج من أبيهم والسفر إلى مصر ليمطروا ويجلبوا الطعام، أوصاهم بعد أن أذن لأخيهم بنيامين في الرحيل معهم، قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. حيث كان لمصر كما قيل 4 أبواب، حيث خاف عليهم أن يصيبهم أحد بالعين والحسد، وذلك أنهم كانوا ذو جمال وأشكال حسنة جميلة. ثم بين لهم أنه لا يستطيع أن يدافع عنهم شيئا مما قدره الله عليهم وشاء لهم، لأنه لا راد لما قضاه ولا مانع لما حكم، فمشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، يفعل ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف. وبإذن الله تبارك وتعالى سنكمل في اللقاء القادم بقية قصة سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.